مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، انتم اوفياء قناه الشروق تي في وبرنامج لايف المشاهير بنسخته الرمضانيه كتولك شو. دائما يجيكم اربعه على الاشياء على قناه الشروق تي في للحديث اكثر على نسب المشاهده الاحصائيات وكذا الاعمال والبرامج اللي راهي في قناه الشروق القنوات الاخرى وحتى التلفزيون الجزائري. دائما يسعدني انه يرافقني زملائي في هذا البلاطو الرائع، واليوم معايا نيفين وامين. نقولوا مساء الخير. مساء الخير اكرام، ومساء الخير امين، ومساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عادة جديد برنامجكم لايف المشاهير. مساء الخير نيفين واكرام، واكيد مشاهدينا الاعزاء اوفياء برنامج لايف المشاهير في نسخته الرمضانيه. يلا دائما نبداو وكالعاده بنسب المشاهده والاحصائيات. خلينا قبل ما نقول ولا نعنوا عن نسب مشاهده الحلقه الاخيره لمسلسل براني اللي كانت امس في حلقه 20 البطحه 2، الحلقه ما قبل الاخيره. اليوم الحلقه ما قبل الاخيره ولا اليوم حلقه، يعني حلقه ما قبل الاخيره. فخلينا نعنوا انه الشروق تواصل تصدرها للاسبوع الثالث على التوالي حسب وكاله ميديان سيرفي. دائما نشوفوا انه تصدر الشروق من حيث الاعمال البرامج، يعني كل الشبكه البرامجيه. فالف مبروك للشروق، وحيكون عندنا حديث غدا ان شاء الله حول التفاصيل. مبروك علينا، ومبروك على قناه الشروق، ومبروك على كل الشروقين، وعلى حنا كنا عارفينها من الاول اللي ماشي جديده علينا وماشي جديده على بيتنا. وهذه هي نتيجه اختيار احسن البرامج واجودها لكم مشاهدينا الاعزاء في قناه الشروق. يلا الف مبروك لكل القائمين على هذه الشبكه البرامجيه الرائعه اللي كانت هذه السنه وحتى السنوات الماضيه. الف مبروك لتصدر الشروق. خلينا نقول انه الحلقه الاخيره لمسلسل براني اللي كانت امس، يعني الحلقه 20، حققت نسبه مشاهده كبيره 1.7 مليون في 14 ساعه فقط. البارح تبدل الوقت نظرا لخطاب رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون. اما البطحه 2 الحلقه شحال 19 حلقه 20 الحلقه 20 حققت 2.2 مليون مشاهده. دائما البطحه 2 يواصل تصدر كل الاعمال. كذلك حسب معهد امار للاحصائيات كانت تصدر كل الاعمال الجزائريه كسوا برامج اعمال دراميه ولا حتى فكاهيه. يلا اليوم حين نتكلموا على الحلقه الاخيره لمسلسل البراني اللي كنا شفنا يعني لقطات رائعه، مشاهد عالميه نقدر نقولوا نيفين وامين. كما كنا شفنا البراني من اللي بدا وشفنا فيه احداث مشوقه، احداث اللي تخليك دائما تروحي تشوفي البراني وتحوسي عليه، لكن البارح كانت حلقه قويه ومشوقه وتشوق اكثر انك تحبي تعرفي لاسويت وتسني الموسم الثاني. انا فهمت رساله البارح من البراني، هي ان فاذا صلحت المراه صلح المجتمع، واذا فسدت فسد بفسادها كل شيء. فهمينا نيفين؟ يعني المراه هي الساس كما قالت لك. كما شفنا عايده عبابسه كانت هي الام تاعهم، وهي اللي كانت تخبي عليهم، وهي اللي كانت تدعم فيهم، مالكي كانت على بالها ولادها وش راهم يخدموا والطريق اللي راهم يتبعوا فيها، الا انها هي اللي كانت تشجع فيهم عفوا، وكانت تتبع فيهم ونورمال مخبي عليهم. وهذاك شكون نسمعوا دائما الزوج تاعها واش كان يقولها، انت تبعتي طريق الحرام، انا مانيش حاب نروح طريق الحرام، تبعتيها انت. صح، انا المشهد اللي عجبني لما تخيلت هذيك اللمه العائليه واولادها كامل دايرين بها. الرساله اللي فهمتها من العمل هذا انه اللمه العائليه وهذاك الترابط والتراحم الاسري ما كاش حاجه تخلفوا في الدنيا. يعني بين الاكشن والاحاسيس والمشاهد المؤثره كل حاجه انجمعت في مسلسل البراني. كذلك لو نتكلموا على اللقطه فقط على السريع اللي تكلمت عليها نيفين حول الام، فيها غموض كذلك. كاينم يقولوا كذلك يعني مصطفى العريبي ولا عمر هو اللي خلى لها الامانه هذيك بالعاني باش يقدر كذلك يعيط للشرطه ويفونجي كما نقولوا انتقام. فان شاء الله راح نشوفوا الجواب في الموسم الثاني. وراه غموض كبير اكرام، خلينا يحيى مزاحم غموض كبير باش نتعرفوا شحال مصير عايده عبابسه، مصير كريمو، مصير خالد بن عيسى، مصير عمر دوكا هو اللي راهو بوان انتيغوغاسيون كبير. انا حابين نعرفوا واش دار وشنو هو مصير تاعو وشنو حكايته. صراحه اعمال يحيى مزاحم اعمال رائعه جدا كما قلنا، تجمع بين الاكشن المشاهد المؤثره كل حاجه نقدروا نشوفها في مسلسلاته. والجميل انه هذا المسلسل كانت بثاته قناه كبيره كما قناه الشروق تي في. يلا من بين المشاهد اللي كنا شفناهم البارح مشاهد اكشن نقدروا نقولوا مشاهد عالميه، هي المشهد تاع بن عيسى يعني وعمر كيخطفوهم. شفنا هذاك الاكشن، شفنا الضرب الى غير ذلك. هنا عندنا واحد المشهد هكا من الكواليس راح نشوفوه ونعرفوا عليه مع بعض. يلا راح نشوفوه. Mm-hmm.
البالون دور قعدوا قعدوا في الكرسي محمد قعدوا في الكرسي محمد قعدوا في الكرسي محمد غازي بعد شو محوش خلي شي بعد شو هيا الفار الماء انا كل كاميرا بس الماء نامي كدب تقول هذا تمثيل سبحان الله يعني من بين المشاهد المشاهد الرائعة عفوا اللي كنا شفناها في هذا المسلسل وفي حلقته الأخيرة ربما المشاهد دائما يحوس يفهم يحوس يشوف واش كاين خلف الكواليس خاصة هذه المشاهد اللي فيهم ضرب إلى غير ذلك يحب يعرف كيفاش يكون التمثيل والمشهد كيفاش يكون خاصة المشهد هذا اللي أنا البارح كي شفته إكراما كدبت في يدي في ليكرون باش ما قدرتش نشوف تيلمون كان مشهد قوي جدا وما كانش إنسان يقدر يتحمل اللي يشوفه خاصة كي زدنا شفنا عمر كان معي يعني تجمعت بين القوة والأحاسيس يعني مشهد رائع. حاجة ماشي غريبة على الممثل خالد بن عيسى اللي أدى أدوار جميلة وأدوار فيها الواقعية وتلحق للمشاهد ولعل بن مهيدي دور بن مهيدي يلخص كل شيء. طبعا وخالد بن عيسى ولا السيد أحمد القليعي هو ممثل كبير يعني ماشي فقط في المسلسلات لكن في السينما انا نقول انه هاد العام لو كاين القاب نقدروا نمدوهم في بعد رمضان للممثلين انا نطيلوا وحش الشاشه على الشاشه الرمضانيه ولا شبكه البرامجيه الرمضانيه ولينا الشرف انه يكون معنا اليوم في اتصال على المباشر في برنامج لايف المشاهير ونقول له الو مساء الخير الو مساء الخير عليكم مساء النور الله يسلمك صحه رمضان كل عام وانتم بخير ان شاء الله ان شاء الله يلا خالد بن عيسى ولا سيد احمد قليعي كامله موالف ويعيطوا لك سيد احمد دوكا كاين اللي نساو كامل الاسم الحقيقي ولا يعيطوا سيد احمد كنا شفنا امس بزاف اللي تعرفوا اللي تفكروا هو سميني خالد بن عيسى يا سيغ لازم وكيما نتفكروش خالد بن عيسى يعني ما نقدروا نتفكروا حتى واحد لانه صراحه اديت الدور هذا العام يعني في رمضان انا نشوف انه احسن دور تمثيلي رجالي يقدر يكون من نصيب خالد بن عيسى فالبارح كنا شفنا الحلقه الاخيره لمسلسل البراني حبست في الحلقه العشرين لكن كنا نشوفوا كثير من النهايات المفتوحه فوش يقدر يقولنا خالد بن عيسى حول مفاجات الموسم الثاني او لا سيزون 2 لانه المخرج يحيى مزاحم كان قال انه كاين موسم ثاني او جزء ثاني من هذا المسلسل الى المخرج مزاحم يحيى اللي نحييه قال لكم باللي كاين موسم ثاني سيك ان شاء الله الفريق الانتاج وفريق الفريق الفني راح يكون في الموعد ويكون عنده الامكانيات باش يكتب سيناريو تاع الجزء الثاني وان شاء الله نديروا موسم ثاني انا نحب لي زافونتور تاع موسم ثاني باسكو كي واحد يتقمص شخصيه في رمضان في هذيك السرعه تاع الانتاج والسرعه تاع الاخراج ومن بعد نحاول نريحوا شويه من الشخصيه بعد اشهر ولا من شهور ولا شهور نعاودوا نقتمسوا الشخصيه هذا الشيء يعجبني بزاف فنان في خاوه 2 وخاوه 1 مع اكيد صح ابراهيم وعاودنا درناها في موشا كاين بعض لي زافونتور ما ينجحوش كيما يلزم جينيرالمون هذا الشيء يفرح ويفرح الجمهور ويفرح يعني خالد انت مع النهايات المفتوحه دائما في المسلسلات لا ما انا من ماشي منها ما دخلش واحد في السيناريو وما ما نحبش تكون عندي الرأي بالنسبة للسيناريو مفتوح ولا مغلوق ولا النهاية سعيدة ولا حزينة نحب نقرأ السيناريو نحب نسمع وش يحكي لي المخرج والسيناريست نحب نتقمص حكايتهم باش انا من بعد في الشاشة ولا في لاكشو ندير اللي عليا قبل ما نحبش ندخل روحي بزاف مساء الخير خالد بن عيسى صحة رمضانك وفي البداية نحب نهنيك على نجاح البراني ودور خالد بن عيسى
الله يعيشك وان شاء الله ان شاء الله المزيد برك. ان شاء الله يا ربي. خالد بن عيسى تالمون كنت ابدعت واتقنت دور السيد احمد، خلينا كامل حنا حبينا نتعرفوا شنو هي الصفه المشتركه بين خالد بن عيسى وسيد احمد القليعي. ماشي حاجات بزاف معنديش. تعرفوا باللي ما نعرفش سيد احمد اكثر منكم. سيد احمد ما هي وي احنا تبعناه تري بيان في رمضان. لا سيد احمد سي ان بيرسوناج فيكتيف كي اكزيست انيكمون دون ليكرون و اكزيستي غير في الشاشه. تما باش نقدر نحكي لكم اكثر مش تعرفوا. ماشي اسكو كاين دي بوين اون كومون بيناتهم؟ بالك في لو كاركتير، بالك نيرفو، بالك la nervosité peut-être, la nervosité l'ambition l'ambition oui. mais il faut savoir que peut-être il faut pas oublier que c'est Ahmed est un personnage lâche bien sûr. Oui. faut pas ننساوها. لكن خالد راح وخداع وعلاقته مع امه علاقه صعبه جدا. سي با ان بيرسوناج بوزيتيف. لكن خالد كاين كثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالوا انه لا فورت بيرسوناليتي والكاريزم تاع سيد احمد اللي شفناه في المسلسل هو نفسه تاع خالد بن عيسى اللي نشوفوه دائما يوظفه في الاعمال. وي هادو الناس قالوها في مواقع التواصل الاجتماعي. ما كحتى مشكل، كل واحد يقدر يكون عنده رايه. سي دي بوان بوزيتيف على كل حال. واش نقدر نقول لكم؟ انه هاد الشخصيات عندي بعض السنوات وانا نخدمهم، ماشي بعاد عليا. كاين هاد الشخصيات تاع الليدر ولا تاع كلكان دومبيسيو، كواحد يشوف غير الامام على بالو حتى واحد، يخوم غير على روحه، اناني، ما يحب روحه، ان بو ايغويست. هاد لي بيرسوناج هادوما كانت عندي الفرصه ان نتقمص بعض الشخصيات اللي كانوا عندهم هاد الوصفات. جوستومون خالد، انا من هاد الشخصيه اللي لعبتها وكانت فيها بزاف، يعني شفنا حالات مختلفه ودي سيكونس بزاف، حبيت نعرف بالك المشهد اللي قعد لازق في راسك هكذا. في المشهد كان بزاف مشاهد. كان المشهد في الكوزينه انا ومصطفى يقول له باللي ما انت خويا ومرتي ما خدمه اختك. هذاك المشهد عجبني بزاف باسكو درنا، كانت واحد الطاقه بيني وبين مصطفى. المشهد الاول كي نكونوا احنا في ربعه كان بزاف مشاهد. ما باش 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 ما نحبش نخيل، مانيش حاب نجاوبك على خاطرش مانيش حاب نلخص كاع هاد لافونتور، كاع هاد يعني كل مشهد وبلاصتو عندك، كاع هاد التجربه عبرت تجربه تاع 14 شهر. كل نهار كل سمانه تورناج نقدر نحكي لكم عليها. اكزاكتومون سي فغي. تري فور و تري امبورطون. لو نحكيو نكملو نحكيو عفوا على المشاهد خالد بن عيسى، كاين واحد المشهد كذلك هو دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، الكف الاسطوري اللي شفناه للممثله يمنى اللي نحيوها بالمناسبه. الكثير يتساءل اسكو هذا الكف حقيقي، اسكو يعني تعاود شحال من خطره باش قدرنا يعني نحسوا انه صح هذاك المشهد حقيقي ومش مشهد تمثيلي. هذاك الكف حقيقي وما مانيش فرحان به على كل حال، اني فرحان به كممثل طبعا، باسكو الكف بين زوج ممثلين يعبروا على الثقه اللي كان بيناتهم. اكزاكتومون صح. كيما الكف اللي مع هيفا رحيم في ديام. صح. كيما الكف مع كريمو. صح. انا واش ما عجبنيش مثلا الضجه اللي صرات عليه اللي عباك شنو جاتني الصوره كلي كي صرا اكسيدون في لوطوروت بعيد الشر علينا كاملين، بعيد الشر ونحبسوا كاع نشوفوا. صح اكزاكتومون. كلي مام الكلمه هذه ما نحبهاش بصح نقولوها باش الناس تفهم، باش نفهموا بعضنا. السوكسي اونتر كيمي تاع هاد لا سيكونس نقصت من قيمه لا سيكونس. باسكو كلي ولينا نحبوا نشوفوا الدم، كلي ولينا نحبوا نشوفوا العنف هذا. انا خالد نشوف انه اسمحي لي غير باش نكمل باسكو سي امبورطون. قبلت ندير هاد لا سيكونس باش نوري باللي العنف ضد المراه ولا العنف ضد العنف توكور
ماهوش وسيله. طبعا طبعا هذا مجرد مشهد تمثيلي. طبعا لا هو غير مجرد بصح دركا مع الـ مع الـ مع لي ريزو سوسيو ما بقاش لكن مجرد. طبعا خالد لكن سامحني انه نقول لك واحد النقطه مهمه جدا. نكمل يا عيشك تفضل. باش نقعدوا نسميوه المشهد الاسطوري ولا الكف الاسطوري، انا بالنسبه ليا هي ماشي مليحه. بصح هذا واش نحب نقول لك، ماهيش خدمه تاع صحفيين، ماهيش خدمه تاع النقاد، هي الا خدمه تاع لي ريزو سوسيو. لي ريزو سوسيو سي لا فول اللي تتكلم، ولا فول نعرفوها باللي ما تخممش. هذا الشيء معروف هذا الشيء. كاين بزاف كتابات اللي يفهموا هذا الشيء، كاين لا بسيكولوجي دي فول، كاين كاع واش نحبوا. انايا كممثل قلت لك باللي يبرهن على ثقة بين ممثلين، والمشهد تحب نجاوبك على أسئلة تواك درناها في دو بريز برك. الأولى كانت خفيفة وعيانة، شايفة كما نقولوا بيناتنا. شفت شايفة، مي لا دوزيام اليتي بريسيز، اليتي جوست كيما سبارادرا. أنا نحب في هذه السيكونس ما نحبش نديرو غير بالعقل، باسكو كون نديرو بالعقل راح نديروها 10 خطرات. جوستومون كي راك خطره مليحه تجوز خطره واحده. جوستومون كي هضرت على المشهد وشحال عاودتو، حنا كنا سمعنا على حسب مصادرنا انه في التصوير في احدى المشاهد كنت تعرضت لاصابه. نعم الاصابه تاع هذيك الاصابه تاع البارح، المشهد تاع البارح، التعذيب تاع البارح. اكزاكتو. طحت من الكرسي وكم يدي كانوا مربوطين، طحت على لاكوت تاعي. مشفى عليك. سلامات وسلامات خير. طمن جمهورك. سلامات باسكو باردون. سلامات طمنا عليك، طمن جمهورك عليك. الله يعيشك الله يعيشك. لا سلامات هذه عندها 15 يوم ما حبيتش نهضر عليها لو جور جي، هضرت عليها النهار اللي خرجت، نهار السيكونس باش نبرك نقولوا باللي من ذاك عمل الممثل يقدر يكون خطير. طبعا صح. خالد اسكو مور الشخصيه هذه يعني طولت باش خرجت من الشخصيه ولا مع التركيز هذاك وكامل؟ لا 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 ما 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 طولتش بزاف. الشخصيات كاين ادعم الحمد لله. خدمنا ركبت ربع شخصيات، ونقدر نقول لكم واحد من الشخصيات كانت اصعب من شخصيه سيد احمد بالنسبه للتقمص، ولا بالنسبه اللي تخرج منها وتدخل فيها. خالد بن عيسى سؤال على السريع بعد ما شفنا بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي ايضا، يقول ديما خالد بن عيسى نشوفه في شخصيه رجل غني، رجل ام دافير. ما احنا قلناها في ليميسيون خالد، يعني في يوم من الايام نقدر نشوفوا خالد بن عيسى شخصيه فقير. اسمعوا لي كيف ماذا بيا تهضروا باسمكم وما تهضروش وكيهضروا اكزاكتومون. هذاك واش قلت لها، قلت لها احنا ثاني في ليميسيون انتوما. قال انايا خمم. لا احنا خممنا فيها ودي غيزو ثاني خالد بن عيسى. اسمعني خايف عليكم تقولوا دي بورت بارول تاع لي ريزو. نو با توتو. شوف خالد بن عيسى سامحني، احنا كصحفيين اعلاميين طبعا انه نشوفوا واش صار في مواقع التواصل الاجتماعي، ونحبوا دائما نطرحوا الاسئله تاع لي فان تاعك ولا تاع المعجبين والناس اللي يحبوك في مكانهم، لانهم ما عندهمش الفرصه بالك يتلاقاو بك ويسكسوك الاسئله. لكن حبيت نقول لك حاجه، حبيت نقول اسمعي لي فان مي بوزي لي بلان كيسيون في لي ريزو سوسيو اللي كتهضروا عليهم، وتجاوبهم كامل خالد بن عيسى. تجاوبهم كامل، تقدر تجاوبهم كامل. لحد الساعه الحمد لله ما عنديش الالوف والالوف، عندي قسم نجاوبهم واني فرحان. بعد الدور هذا في شهر رمضان انا نظن انه يعني ولو كانوا عندك الالوف حيولوا عندك اكثر، لانه الله يبارك دور رائع جدا. ما عنديش الالوف الحمد لله كما قال. ما عندك الحمد لله. تواضع خالد بن عيسى الله يبارك. يلا خالد والله هذه حقيقه والله، مع رمضان على كل حال واحد يدوس شويه وقت ويجاوب على جميع الاسئله. كان اسئله ما نكذبش عليك، كان اسئله ما دابا سي فري صح، عندك الحق سي فري في محلها بيان سور. تبرهن على 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 وجه النظر صح، مازال ما جاوبنيش. طبعا الوقت ما عندناش برك. شوف جو فو كومبرون بارفيتمون مسيو خالد، يعني صح كاين دي كيستيون اللي ما يقدرش الانسان بالك يريبوندي عليهم، ولا يجيوه يعني ما يحبش يريبوندي على اسئله مثل هذه الاسئله. لكن حنا نقولوا لك انه كنا فرحانين بزاف انه كنت معنا في اتصال على المباشر، ونظرا لضيق الوقت البرنامج حنا لازم نختموا. يعطيك الصحه، شكرا، سيتي ان بليزير، وربي يوفقك ان شاء الله. صحه فطورك. صحه فطوركم، صحه صيامكم.
ولما تلاقيناش صح عيدكم. صح عيدك، شكرا لك، يعطيك الصحة. مع السلامة. يلا مشاهدينا الكرام، كان معنا خالد بن عيسى وسيد أحمد قلائي اللي كنتوا شفتوه في دور، يعني في دور المسلسل براني أو بطل من أبطال مسلسل براني. احنا للأسف لحقنا لختام برنامجنا لنهار اليوم. نقول شكرا نيفين، شكرا الأمين، وشكرا للمشاهدين. صح فطوركم، تلاقوا غدوة، إلى اللقاء. صح فطوركم.